لما امك تعمل اكل في الشتاء. لا احنا قاعدين في مصر ولا ايه؟ ايه الجو ده يا جدعان؟ وادي يا محمد. نعم يا ماما. انت ملفوف في البطانيه كده ليه يا ولا؟ متلج يا ماما، انت مش شايف الجو اللي احنا فيه؟ ماله الجو؟ ما هو حلو وطراوه اهو. ايه يا اختي طراوه ليه؟ انت جلدكوا ده جلد دببه؟ طب قوم يلا يلا بلاش غلبه، تعالى اتغدى. لا انت مستحيل اطلع من تحت البطانيه. طب اسمع بقى، الاكل هيتحط مره واحده. جيت كنبه ما جيتش، والله لو قلبت يرجي قدامي ما هحط لك الاكل تاني. طب انت عامل اكل ايه؟ كرنب. كرنب ايه؟ هو كل يوم كرنب؟ انت ما بتلاقيش حاجه في السوق غير وتشتريه يا ولا؟ حاجه سخنه عشان البرد اللي احنا فيه ده. وبعدين في معلومه بتقول ان الكرنب ده بيفتح البشره. لا ما هو مش بيفتح البشره بس، ده بيفتح حاجات تانية كمان. انا مش فاهم الاكل ده. امال عايز تاكل ايه يا عم توم كروز؟ عايز كنتاكي يا ماما. كنتاكي من عينيا؟ الاوردر رايح يا حبيبي.